أهلا بكم من جديد. الإعلام المصري كان له تناوله الخاص لتغطية المظاهرات التي اندلعت في العاصمة الفرنسية باريس، فمنهم من رأى أن فرنسا تتجرع نفس الكأس الذي شربت منه مصر ودول عربية أخرى شهدت ثورات ومظاهرات ما عرف بالربيع العربي، ومنهم من رأى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين هو من يقف وراء هذه الاحتجاجات الفرنسي. التقرير التالي يرصد أبرز ملامح تناول الإعلام المصري للمظاهرات الفرنسية، نتابع. حققت نبوءة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال في الأمم المتحدة وحذر الدول الأوروبية والدول الغربية إن هي مش بعيدة عن الإرهاب، وإن هم غطاء للإرهاب، هيكتووا بهذا الإرهاب فيما بعد. تحذيرات مصرية على لسان الرئيس المصري للعالم من مغبة موجات إرهابية وموجات تخريبية، وتحذير للشباب من التغيير بالقوة. أؤكد على أن نبوءة السيد عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة بأن ده هيحصل في كل دول العالم بما فيها أوروبا، وأن الخطر بتاع الإرهاب مش بعيد عنهم، دي كانت نبوءة مبكرة سبقت كل الاحتمالات، كانت الرئيس عبد الفتاح تنبأ بها مبكرا وقدر يقراها ويفسرها. بيشرب الفرنسيين من نفس الكاس اللي هو فجأة انت ما تعرفش من يقود الشارع. بصوا حولوا شارع الشانزليزيه، بصوا بيعملوا ايه. فاكرين حازم ابو اسماعيل كان بيعمل ايه في الشوارع قدام مدينة الانتاج؟ كان بيعمل كده. ده لدرجة رفعوا لافتات النهاردة ماكرون ارحل. تخيل يعني فرنسا الراجل لسه ما كملش سنتين عشان بس انه والناس قد الديمقراطية. انا عايز اقول يعني اوروبا في يوم ما تآمرتم على العالم العربي، في يوم ما كان هناك ما أسمي بالربيع العربي. ابتدت الحكومة الفرنسية تقول جمل كانت بتتقال عندنا في 25 يناير. طب واحنا نتفاوض مع مين؟ القمصان الصفر دول ما لهمش قيادة، فالقمصان الصفر اتخانقوا مع بعض وقالوا ايوه احنا ما عندناش قيادة. فرنسا وكيف تواجه التظاهرات؟ هل سمحوا للناس انهم يعملوا اللي هم عايزينه؟ بص عربيات قد ايه، بص حضراتكم، بص الشرطه في قلب، بص الشرطه بتعمل ايه. انا شايف اغلب الناس اللي قاموا بالمظاهرات في فرنسا هم الشباب التونسي والمغربي والجزائري الخاضع لجماعه الاخوان. في جماعات في هذا العالم تريد الا تستقر الدول، فهنا لازم تظهر جماعه الاخوان الارهابيه. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب الصحفي السيد جمال الجمل، أرحب به. كما ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول السيد خالد إسماعيل المتحدث باسم حركة شباب السادس من إبريل، أرحب به أيضا. وأبدأ مع الأستاذ جمال الجمل. أستاذ جمال الجمل، يعني يبدو أن الإعلام المصري لا يمكن أن يفوت فوتة كما يقولون إلا وكل بصمة، حتى لو كان الحدث مجموعة من الفرنسيين أيا كان اسمهم أو شكلهم يعترضون على ضريبة معينة في وطنهم، اتخذوا شكل الاعتراضات، المنظمة، السترات الصفراء، بعض العنف، لكن يبدو أنه هذا المشهد لابد أن يتم توظيفه توضيبه في البداية بنبوءة السيد الرئيس. كيف رأيت هذا؟ يعني أنا شايف المشهد بائس ومكرر الكلام فيه. هو كما تعلمنا الإعلام لا يجب أن يقول، الإعلام ينقل عن مصادر، بيبقى فيه ضيوف بتناقش وبعدين نقول خبراء ونعمل التوازن نرد. يعني المصري اليوم أقلهم خطأ لأنها نسبت إلى الأستاذ محمد حبيب والأستاذ نبيل نعيم أقوال معينة وحرصت أنها تحط في العناوين وتبقى الكلام على مسؤوليتهم، وإن كانت تستطيع كصحيفة أنها تفند ذلك. لكن في إعلام اللي بسميه إعلام العباسيين أو الإعلام المخابراتي زي الباز ومصطفى بكري وعمرو أديب وأحمد موسى والكلام ده، دول طلعين كمنصات رأي يقولوا تحذيرات أن ماكرون يجب أن يكمل، والحديث دائما بيبقى بيلقي على الداخل أنه الراجل بقى له سنتين بس. يعني لكي نفتح الأمر
شوفوا بيعملوا ايه، بيكسروا الحجارة، بيعملوا كذا، لكن ما هي القضية؟ هل ناقش الإعلام المصري قضية ما يحدث في فرنسا؟ رد الفعل اللي هو بنسميه الانفورماتيف أو الإعلام المعلوماتي المثقف، يقدم جرعة للناس، إيه المشكلة بالضبط في فرنسا؟ لماذا غضب الناس؟ لماذا صاروا؟ من هم أصحاب السترات الصفراء؟ كل هذه الأمور يعني غائبة في إعلام بيسعى إلى التلقين عن طريق، لأنه بتلاحظ مفردات يعني جمل يعني يقولها عمرو أديب، يقولها محمد أحمد موسى، ده يقولها محمد الباز، ويطلع مصطفى بكري بطريقته المتلونة، كان ناشطا في الربيع العربي ثم يتنكر للربيع العربي، يعني كعادته مصطفى بكري يمثل أكثر من رأي طوال الوقت. فأنا قدام مشهد في من تغييب، في سقوط في المهنية في الإعلام نفسه، يمكن أن يقول ما يشاء هو، لكن من خلال مصادر عشان نقدر نناقش هذه المصادر ونتكلم في معلومات خاصة بما يحدث في فرنسا بالفعل. لكن أظن أن الشارع المصري مغيب عن حقيقة ما يحدث في فرنسا، وعن رد الفعل، عن التراجع اللي حصل من رئيس الوزراء بعد تأكيدات ماكرون أنه لن يتم التراجع عن هذه القرارات. كيف استطاعت يعني الجماهير المحتجة أن تجبر النظام على التراجع عن قرارات أكد الرئيس أنه لن يتراجع عنها؟ جزء ملمح من الاستجابة في الدول الديمقراطية، لكن هو عايز يشين فكرة الديمقراطية، عايز يشين فكرة التظاهر. نحن ندين بعض مظاهر التجاوزات المتعلقة بالعنف، وهي جزء من أخطاء العمل الثوري دائما، وهتظل مرافقة ليه دائما، يعني زي الفارق بين النار والدفء. نحن نلتمس الدفء، لكن هو أصله نار، يمكن أن تحرق اليد أو تلسع أحيانا، لكن بيبقى الخطأ في المسافة مش في أن هي مصدر للدفء الإنساني الموجود. أرجو أن تبقى معي. أنقل الكلام للسيد خالد إسماعيل. سيد خالد إسماعيل، يعني مباشرة يعني الإعلام المصري ربط بين هذه الأحداث، التظاهرات لمواطنين فرنسيين ضد قرارات حكومية تتعلق بضرائب، تتعلق ربما بأمور داخلية، ربط بينها وبين ثورة 25 يناير، ومباشرة أن الإخوان المسلمين هم من يقوم بهذا الإرهاب، بين قوسين هذه الكلمة في فرنسا، كيف رأيت هذا؟ يعني أنا طبعا من خلال متابعتي الأيام السابقة للتغطية الإعلامية لقنوات أو قنوات النظام المصري أو القنوات المحسوبة على الأجهزة الأمنية للنظام المصري، أنا شايف أنه التغطية الإعلامية كانت يعني عبارة عن محاكاة للتعامل الإعلامي مع ثورة يناير في أيامها الأولى، وما كانش ناقص بس غير أن احنا نشوف تامر من غمرة نقل تاني في شوارع باريس وبياخدوا مكالمات منه أو كرات من اللهب والكلام ده كله. والحقيقة أني لاحظت أنه في تغيير أو في تركيز على عاملين، العامل الأول وهو التخويف والترهيب، يعني دايما هم بيركزوا على المشاهد اللي فيها عنف والمشاهد اللي فيها إحراق والتركيز على أساس أنه في فوضى وفي دمار وفي تخريب وفي نهب وأعمال سلب ونهب، وحتى وصل الأمر اللي هم نقلوا عن بعض القنوات غير الإعلامية زي القناة العربية مثلا خبر النبأ بتاع السطو على بنك في فرنسا، والخبر ده بعد كده اتضح أنه هو غير صحيح، فهم عاوزين يركزوا الصورة انه في اعمال سلب ونهب وتدمير وفوضى، انا او الفوضى زي ما مبارك قال بالظبط. الحاجه الثانيه التركيز على نفس المبدا اللي هم دايما بيرفعوه او الشعار اللي هم بيرفعوه على طول، انه البناء الاستقرار وانه احسن من سوريا والعراق والكلام ده كله، وانه الناس دي عباره عن مجموعه من المخربين والمدمرين، والتركيز ايضا على المشاهد اللي القليله اللي تناولت بعض العنف الشديد من قبل الشرطه الفرنسيه مع بعض المتظاهرين، وكأنها رسالة تقول لهم يعني إياكم أن تتظاهروا، التظاهر ليس هو الحل السليم لأي مشكلة اقتصادية، حتى أنه يعني وصل الأمر يمكن فيها شوية اعتبارات شوية تحصل في الموضوع، أنه في مقارنة تمت ما بين عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الفرنسي ماكرون، منها أنه نفس السياسات الاقتصادية اللي بيتبعها عبد الفتاح السيسي لطبقة معينة وطحن وسحق المزيد من الغالبية العظمى من المصريين، نفس الكلام بينطبق على الرئيس الفرنسي ماكرون، وأنه الرئيس الفرنسي ماكرون اللي هو رئيس حزب إلى الأمام وبيجي وعد بقليل من الضرائب وكثير من الرخاء، بعد سنة ونص ما شفناش الكلام ده كله، وشفنا أنه الرئيس الفرنسي الراضيين عن قراره هما
الطبقه الراقيه او الطبقه الغنيه في ارجو ان تبقى معي. نعم ينظر نعم. على انه الرئيس الطبقه الغنيه، وبالتالي نفس الاسقاط او نفس المقارنه طبعا مع الفارق الكبير ما بين الشخصيتين، ولكن حصل في مقارنه ما بين السياسات الاقتصاديه وبالتالي كان. نعم سيد خالد اسماعيل ارجو ان تبقى معي. نعم ارجو ان تبقى معي. انقل الكلام للاستاذ جمال جمال. استاذ جمال، يعني الحديث الان حول بعض الرسائل التي يعني ان صح انها تكون رسائل او بعض الامور في التوجيهات المباشره في الاعلام المصري، الحديث عن شرعنه العنف، الحديث عن انه ما جاء في المصري اليوم تحديدا من انه التحريض على 6 مليون مسلم في فرنسا من قبل بعض من يدعون انهم خبراء في الاسلام السياسي او سابقين في الاسلام السياسي، يعني كيف رايت هذا؟ والله انا يعني شايف الصيغه اللي بيتحرك بيها النظام في مصر صيغه رصه جدا، لكن هي امتداد لفشل منظومه اداره العالم. احنا من 30 سنه تقريبا بنتكلم عن نظام عالمي جديد، احنا قدام حاله من التفسخ القيمي في اداره العالم، قدام تجار يحكمون الدول الان، قدام سؤال متعلق بثمن التغيير. يعني ما يفعله ماكرون أنا على المستوى العلمي والضميري أتفق معه تماما في البيئة النظيفة والطاقة النظيفة، لكن السؤال في مصر وفي فرنسا وعند ترامب وغيره، من أفسد العالم؟ هل المواطن الفقير اللي بيسقط في قاع الفقر في بئر الفقر من الطبقة المتوسطة دول العالم بيستقطب لقلة غنية تحكم بالبندقية وبالثروات الضخمة الشركات الكبيرة دي؟ تجار الصناعة وأباطرة السياسة والتشريعات هم اللي أفسدوا الأرض وأفسدوا المناخ وأفسدوا العالم، لكن عايزين المواطنين الصغار هم اللي يدفعوا الثمن. أنا مع الهدف، مع البيئة النظيفة والطاقة النظيفة، لكن فرض الضرائب في الاتجاه الخاطئ. فرض الضرائب ليس على الطبقة الوسطى الفقيرة وسكان الأرياف في فرنسا. الإعلام المصري يدخل في حالة من الغيبوبة والتدجيل ولا يريد لنا أن نفهم أي قضية بتطرح إلا بمنطق التخويف والرعب والفوبيا والتضليل اللي موجود، وهذا دور معاكس تماما لدور أي إعلام، لأنه بيخفي الحقائق كلها، بيقول لنا يعني مين اللي قتل خاشقجي وكيف يمكن أن تمر جريمة بهذا الشكل، أين مصطفى النجار ولماذا يختفي أكثر من شهرين دلوقتي ولا يهتم الإعلام المصري ولا نجد أسئلة، ما حال السجناء الموجودين، ما حقيقة التهم الموجهة إلى كثير من الآلاف من الشباب والشيوخ في سجون مصر، ثم عند 5 من المتهمين في قضية باولو ريجيني يطلع يقول لك القانون المصري لا يجب أن يذكر فيه أسماء متهمين قبل التحقق. أستاذ جمال لدي سؤال أخير. كل هذه الأمور بنتكلم عن إعلام الظلام، إعلام التضليل والبلبلة وإخفاء الحقائق، وبالتالي لما يبقى الكلام عن فرنسا هيتم استخدامه بهذا الشكل لخدمة السلطان القائم ولتكريس النظام الظالم والحفنة التي تحيط به. يعني سؤال الأخير في دقيقة أستاذ جمال، يعني ربما فكرة التظاهر أزعجت الإعلاميين المصريين بشكل عام، لكن يعني أحمد موسى يعني كان منزعجا من أن يرفع فرنسيون لافتة يطالبون رئيسهم بالرحيل، يعني في رأيك لماذا؟ هو أنا بقول لأنه بيغني على ليلاه، هو الوجع هو أن ينتصر شعب في مواجهة سلطة في أمور معيشية، سؤال مفزع جدا للسلطة في مصر، أنه يخرج شعب يتظاهر ويغضب فيحاسب فقط، يعني عشرات ممن أحرقوا أو أتلفوا، ده القانون الموجود، لكن يعني أنا أضع الأسئلة في محلها، دول طبالين يعني بهذا الوضع اللي الجمهور بيتكلم عنه، إعلام النفاق والتضليل والتدجيل. شكرا. لصالح السلطان حتى لو خدمته من خلال قضايا مجتمعات أخرى. كاتب الصحفي السيد جمال الجمل، شكرا جزيلا على وجودك معنا، كما أشكر ضيفي أيضا السيد خالد إسماعيل المتحدث باسم حركة شباب السادس من إبريل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا تنتهي المسائية، نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.